السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ست شهور بدون شمس، هالمدينة ما بتشرق فيها الشمس أبدا. برد. سيري what the time right now? It's 12:10 p.m. 12 p.m. The world is flat. الأرض كروية ولا مسطحة؟ طبعاً الكرة أرضية. في مناطق ما بيجيها الشمس ابدا، لانه كل ما تلف هيك الزاويه هاي ما فيها شمس ابدا، بتضل تلف هيك. الشمال ما بتوصل، يعني الكره لما تلف بيكون دائما الليل في القطب الشمالي. بس ست شهور مع الشمس، ست شهور بدون شمس. ودي اقول بس كلام من القلب يا جماعه، والله ما اخذ من وقتك الثمين، وقتك الثمين جدا يهمني، دقيقه من وقتك. انا انسان يا جماعه، بديت في اليوتيوب في عام 2016، اربع سنين تقريبا. يوم بديت باليوتيوب كنت باديها هوايه ومتعه، والى الان انا مستمتع، ولكن فرق شتان بين ابو فلة 2016 وابو فلة 2020. كل الاشياء اللي تغيرت بين الفترتين هذه بعد الله ثم انتم، سببكم انتم. قبل أربع سنين كنت أدين من القهوة عشان أخذ لي بطل ماء يا جماعة، والله ما أكذب، يشهد الله إني ما أكذب، وكنت أدين من ربعي بعد. والآن يا جماعة واصل لمرحلة قاعد أسوي أشياء مجنونة، قاعد أبني مسجد، قاعد أكفل يتامى بالمقطع هذا، راح تشوفون بعد شوي حركت عليكم، قاعد أسوي أشياء مجنونة يا جماعة. من بعد الله ثم أنتوا، لهذا خلنا ندخل من العميق الآن يا حبيبي. دائما أبو فلة في كل مليون يتعدى لازم يشكر ربه اللي رزق، وإن شكرتم لأزيد. انك تكسب محبة ناس بالملايين من غير ما تأذي احد، من غير ما تيجي على احد، بمحتوى نظيف، هذه لحالة والله شيء قوي جدا. والله اقوله تقفل السناب هذا عشان بقول كلام في السناب الجاي. الكلام اللي ابغى اقوله والله ابراهيم ما يعرف عنه. انا لما عرفت ابراهيم قبل سنين كان عندي في السناب 40,000، هذا والله كلام اول مرة اقوله. وابراهيم كان عنده تقريبا زي ابو 35,000 40,000، وما كنا موثقين وجات صدفة. فلما عرفت ابراهيم كبرت معه وطلعت معه وصرت معه، وشاركني كل لحظة في حياتي، كل لحظة جميلة في حياتي شاركني فيها، في حزني، في فرحي، اقسم بالله اني اتكلم وتخلقني هنا يعني اخوك. انا يا اخي انا ما اتمنى من ربي الا شيء واحد، انه يوم يكون قبل يومك. لا ان شاء الله. وانك تفضل معايا في حياتي لين تشيلني على قبر يا حبيبي. لا ان شاء الله، الله لا يحرمك يا عيوني انت، الله يعزك، تبقى في حياتك يا حبيبي يا رب العالمين. وترك اخوي واكثر من اخي، يشهد الله، ولا نقولها في السناب ولا من تحت السناب، ربي يعلم، ربي يعلم. احنا جلساتنا تحت السناب اكثر من جلساتنا في السناب. والله هلا جماعه الخير. جماعه اول شيء كلنا قلبا وقالبا مع اخواننا بفلسطين، والكل بيعرف هذا الشيء، لكن اللي حصل اكيد شفتوا مقطع او مقطعين صاروا مني على بث على لايف، بسبب ناس اجت غلطت علي وسبت علي وتحكي لي انت صهيوني وانت مطبع وانت يعني كلام ما حد بيقبله على حاله، فغضبت وحكيت كلام الله يسامحني عليه اولا، وبتمنى انتم كمان تسامحوني عليه. والله العظيم الكلام كان موجه للناس اللي قاعده بتغلط علي وبتغلط على اهلي وبتغلط على عيلتي، وانا والله ما كان عندي خبر في الموضوع، لكن انا أردني فلسطيني من أصول فلسطينية، فأنا قلبي مع القضية الفلسطينية غصبا عن المزاودين. يعني كرهت أنه ناس أطفال تيجي تزاود علي وتغلط علي وتقول لي أنشره ما أنشره. أنا والله لسه قبل شوي صاحب مش فاهم شو الموضوع، لقيت الناس عم تغلط علي مش فاهم شو الموضوع. فلذلك أول شيء بعتذر عن الكلام البدر مني، وكلنا مع فلسطين قلبا وقالبا من وأنا طفل لغاية ما أموت. خلاص الموضوع، السلام عليكم. عندك واحد بنت لانا. اكيد اكيد. اول فيديو بكلم ليش هلا بالسكر جو، صح؟ صح. شمس. اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.